بعد القراءة في العام 4 كتب بالنسبة للعالم، أما بالنسبة للعالم العربي فربع صفحة لشخص واحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا جيهان بابوري من الجزائر، وهذا الفيديو موجه للمشاركة في مسابقة أسبوع يوتيوب المرأة العربية. سأتحدث فيه عن دور المطالعة في تمكين المرأة وتثقيفها ومنحها الأدوات اللازمة لتحقيق مكانة راقية في مجتمعها. الكل يعلم أننا أمة إقراء، ولكن مع الأسف أينما تكرر هذا المصطلح، يعني أمة إقراء، تلحقه العبارة ذاتها، أمة إقراء لا تقرأ. حالة القراءة في عالمنا العربي لا يسر حبيبا، حيث أننا نقبع في ذيل شعوب العالم من حيث القراءة. يعني معدل القراءة للفرد في العام هو 6 دقائق فقط بالنسبة للعالم العربي. معدل القراءة في العام 4 كتب بالنسبة للعالم، أما بالنسبة للعالم العربي فربع صفحة لشخص واحد. ربع صفحة. وهنا نطرح السؤال، كيف نشجع المواطن العادي البسيط على القراءة في زمن أصبح جل اهتمامه السعي وراء لقمة العيش التي يصعب تأمينها يوما بعد يوم ويزيد سعرها، إضافة إلى انشغاله بمواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت التي تضيع الكثير من الوقت؟ لا توجد حلول سحرية بل خطط طويلة الأمد، الهدف منها هو زرع حب القراءة في الأجيال القادمة، وهذا يستحيل من تطبيقه من دون المرأة، الأم، المربية، المعلمة، حيث أي خطة تطوير تستثني المرأة هي خطة فاشلة قبل أن تبدأ. الآن كيف يمكننا أن نحبب المرأة في القراءة لكي تسمو وترقى بمجتمع؟ لنكن واقعيين، لن نصحو يوما ونجد أغلب النساء وصار جل اهتماماتهن القراءة، قراءة الكتب الدينية، الروايات، الكتب التاريخية، الكتب التنموية، هذا شيء غير ممكن. المرأة تهتم بمحيطها والمواضيع الاجتماعية أكثر إطارة لاهتماماتها، لنقدم لها القصص الهادفة، كتب دينية، قصص بلغة عربية مفهومة، لنحبب المرأة في القراءة، لنحبب المرأة في القراءة ونجعلها تقبل عليها بشغف، يعني القراءة إدمان، وما إن يتعود عليها المرء فإنه يطلب منها المزيد، وبذلك ستصبح المرأة أيضا متذوقة فتقرأ الكتب الدينية وكتب الشعر وما إلى كل ذلك، وتكون مجتمع سليم وتغرس القراءة في أبنائها في المستقبل. والقراءة لا تقتصر فقط على الكتب، المقالات، المجلات، يعني كل شيء يعتبر مطالعة. الآن ما هي فوائد القراءة بالنسبة للمرأة؟ فوائد القراءة للمرأة هي رقيها إلى مناصب عالية في مجتمعها. كيف؟ يعني عندما تقرأ المرأة فإنها تكتسب الكثير من المعلومات، بهذه المعلومات تزيد ثقتها بنفسها وتدخل إلى نقاشات راقية وحادة، وبذلك ترقى في مجتمعها. أيضا في القراءة تجعل المرأة تسلم من انجراف التيار الإعلامي الفاسد المرأة. كذلك من فوائد القراءة تعزيز التركيز عند المرأة وزيادة إبداعها، ومن ذلك تزيد من عطائها إلى المجتمع وإظهار مهاراتها. كذلك القراءة فتلعب دور فعال في القضاء ومقاومة الاكتئاب، بالإضافة إلى معالجة بعض الأمراض العصبية البسيطة مثل الأرق والصوت. عندما نذكر المرأة فإننا لا نذكر فردا واحدا فقط، يعني لا نذكر مجرد أنثى مثقفة واعية لذاتها. حسنا، لو كانت اليوم لنفسها فقط، ولكن غدا ستصبح أم، مربية، معلمة، سيكون لها دور فعال في بناء أجيال واعية. يجب عليها أن تتفرغ للمطالعة، تخصص لها وقتا مع كثرة انشغالاتها، خصوصا للمرأة العاملة وربة المنزل والأم، وقت قبل النوم وقت ملائم جدا للمطالعة. أيضا الكتب المسموعة هي حل رائع وجد فعال لصاحبات الوقت الضيق، يعني عصفورين بحجر واحد، من جهة هي تطالع تستمع لكتابها، ومن جهة أخرى هي تقوم بأشغالها اليوم. طبعا قبل نهاية الفيديو أحبتي، أريد أن أقدم تحية إلى أمي، إلى أحسن مرأة في هذا الكون، إلى نون النسوة، إلى تاء التأنيث المربوطة على قلب كل رجل كي لا يلتفت إلى التاء المكررة في كل كلمة، إلى جمع المؤنث السالم الخالي من أي تكسير للفطرة، إلى كل من تستحق لقب امرأة. دمتن قويات واعدات، صاحبات بصمة وأثر في هذا المجتمع، قارئات، وإلى الملتقى إن شاء الله. سلام.